السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، لاباس عليكم؟ كي داير الأحوال ديالكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الظروف وأحسن الأحوال، نتوما وليداتكم والآباء ديالكم والإخوان ديالكم وأي حد عزيز عليكم. إن شاء الله يلقاكم في أحسن صحة كما قلت لكم احسن الظروف، امين يا رب العالمين. الخوت ديالي العزاز، ما تنساوش تحطوا لايك، البصمه بعد ما تكتبوا التعاليق الجميله، وما كرهتش تكون كثيره باش الفيديو ديالي يترقى ويطلع. هذا الشيء اللي تنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى، ولكم بالمثل ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي مبادلين معايا والناس اللي داخلين عاد جدات، نقول لكم شكرا لكم بزاف انكم اشتركتوا في القناه ديالي وعجباتكم. والناس القدامين تنقول لكم الدار داركم دائما مرحب بكم. والاخوان ديالي العرب شكرا لكم بزاف، المصريين والسعوديين وجميع الاخوه العرب فين ما كانوا، والجاليه المغربيه طبعا ضروري ما نشكرها، والاخوان المغاربه اللي مقيمين داخل الوطن الحبيب، كلكم على الراس والعين، وأحبكم في الله جميعا. مدينة أزرو هادي اللي مازال أنا شادة الطريق، وللرحلة بقية كما تلاحظوا طريق السفر الطويل. مشيت الطريق الجانبي لمدينة أزرو، ما دخلتش فيها، ما غرقناش فيها، بقينا غادين غير في الجانب. وطبعا الأطلس المتوسط كله زوين وغزال، والمدينة غادا وتتوسع كما لاحظتوا، البنايات ذات طابع عصري حديث، منظر أنيق، والسطح ديالها بالقرمود الأحمر المائل تفاديا لتراكم الثلوج، لأن مدينة أزرو ومدينة إفران هما مدينتان ثلجيتان. طبعا خصهم يديروا هاد البنايات بهذا الشكل باش ما يكونش عندهم واحد الثقل على السطح. وحنا دابا غادي نشدين الطريق الى مدينة الحاجب، مدينة امازيغية كذلك. والمعنى ديال مدينة ازرو هي الصخرة، ازرو مثلها مثل مدينة افران، هي مدينة سياحية فيها عدة مناطق يمكن تزوروها. صورت لكم جوج بلايص، غابة القرودة وراس الماء الجميلة، تاهي فيها القرودة كذلك، وفيها عدة مناطق تما يمكن لكم تزوروها. احنا ما عم تعمقناش مدينة ازرو، يعني مدينة افران اللي ركزنا عليها بزاف، وان شاء الله في الرحلة القادمة ديالي تكون مدينة ازرو لمالا. وهنا وصلنا لواحد المحطة في الخرجة ديال مدينة ازرو، محطة جميلة كما تلاحظوا، فيها اوتيل وريستون ومقهى كافي. ونزلت تما باش نمشي نصور لكم مدينة ازرو، تتوجد في الاسفل. كنت غادة وبان ليا بانها هاد البلاصة جات عالية شي شوية، وقلت لي ما لا ناخذ لكم صورة او مشهد لمدينة ازرو الجميل من الاعلى. وخليت الاخ ديالي والاخوان في السياره تيعمروا البلان، تتعرفوا الطريق مورانا طويله. واحد الملاحظه لاحظت بان البنزين ما بقى فيه نهائيا البركه، زمان كنا تركبون عمرو البلان وتنوصلوا حتى لوجده وندورو ونمشيو للسعيديه ونرجعوا به وتبقى الخير والبركه، دابا والو. واش هاد الملاحظات انتم انتبهتوا ليها؟ ومن هنا تتبان مدينة أزرو، راه هي فينا، هي بعدنا عليها شي شوية ولكن منظر ديالها غزال، توسعات كما قلت لكم بزاف، قدرت توصل حتى لهذا المكان. هذا في فصل الصيف، هذا هي حال الطبيعة تما، تكون لونها أصفر، ولكن في فصل الشتاء تلبس الحلة ديال العروس بالزي الأبيض تلج. وفي فصل الربيع تكون رائع، تتكون بحال واحد الزربية مزركشة.
وهذا هو لوطي اللي قلت لكم في ستاسيون ديال البنزين. هنايا غنشدو الطريق الى مدينة الحاجب. اخوتي ما تنساوناش دائما تنقولها لكم، عافاكم من تكونوا تكتبوا التعاليق، حطوا لي البصمة، ولما لا تشاهدوا الفيديو حتى الاخر وتعم المعرفة وتشاهدوا يعني الفيديو اللي تنحطو راه تنهضر فيه وتنعطيكم معلومات يمكن اللي زار هاد المنطقة تفيدو ويعرفوا شنو كاين. حتى الغطاء النباتي تنقول لكم شنو كاين في الطريق. هنا هاد المنطقة تتعتمد في الأساس على رعي الغنم وعلى الأشجار، لأن تتعرفوا البرد والثلج ضروري خصهم الحطب. داكشي الجبال كلها مملوءة بالأشجار. هنا دواوير صغيرة في الطريق، وطبعا احنا غاديين طالعين في واحد العقبة مليانة فيراجات، والصيد غادي وتيسخن علينا الجو. توحشنا البرودة ديال مدينة إفران، باقي ما بعدناش عليها. كنا في الحقيقة في العز، البرودة غزالة وزوينة في مدينة إفران، ما كانش الصيد نهائيا، وخلينا حتى الشتاء. ايوا انتم اخوتي غادا وتتحمى علينا القايلة، من غنوصلوا لمكناس ما عرفوا نكونوا طبنا. ايوا انتم كما تتشوفوا المنظر كي داير، هذا كله فيراجات. حنا غاديين ومدينة ديال ازروت تصغر من التحت، تنبعدوا عليها بزاف. مي تنكونوا دايزين في فصل الشتاء من هاد الطريق، تتكون كاملة عامرة بالبصلة، تيكون هادوك القرنات البصلة والناس تيبيعوا في الطريق. دابا الصيف ما كاين حتى حد تيبيع. ايوا اخوتي كل فصل والميزة ديالو. وما ننساش نذكركم بان مدينة ازرو راه هي ملتقى طرق معبر لعدة مدن. كما شفتوني مشيت الخنيفرة عبر ازرو، ويمكن لك تمشي لعين اللوح، تمشي لمريرت، تمشي حتى للرشيدية، يعني الشرق ديال المغرب والجنوب عبر ازرو، وكذلك مدينة افران وفاس. واللي جاي من مكناس والحاجب يعني دايرك بحال واحد الكارفور. هذاك الشيء علاش تتلقى الناس ديالها مخلطين، رغم ان النسبة ديال الامازيغ كبيرة، ولكن توافدت عليها قبائل عدة لاهميتها وموقعها الاستراتيجي. هادوما الفيراجات اللي قلت لكم اخوتي، حنا غاديين مسافة طويلة وحنا غاديين غير في الفيراجات، غاديين تنرتفعوا الفوق. هنا غنتوقفوا في واحد المنطقة اللي جميلة بزاف، وكنت فايتة زرتها وقفنا فيها في فصل الشتاء، اللي هي منظر ايطو. هاد البلاصة هادي جميع السيارات اللي تتكون دايزة تما تيحبسوا تيسترحوا، وكاين اللي تيستمتع بالمنظر ديال الأسفل الجبل اللي هو جبل أوزغار او اصغار، وتيطل على واد تيغريغرا. تنتمنى نكون قلتها صحيحه. وكامله عامره باشجار البلوط والكروش. والكروش هذا هو نوع من الاشجار اللي تيستعملوه للتدفئه في فصل الشتاء. وكاتبين واحد اللوحه رخاميه بدات تتمحى، يعني كتابه بقات تتمشي، وبالفرنسيه المناضله ايتو العربي اللي الحفيد ديالها هو اللي كتبها. ما هزاش معايا النظريه ديال الشوف. المهم غادا نحاول ونقراها، ومن بعد غنشرح لكم شنو تتعني اخوتي. وكاين واحد السيد كاتب تما حي مولاي اسماعيل صلا سلاويين من تاشرين. العربي في ان فام دو بوفوار اي دو شنو هذيك برستيج تري Respectée au sein de sa tribu, en vrai chef guerrière, elle amène d'après bataille contre des tribus voisins à la fin du 19e siècle et contre les colons français au début du protectorat. Se sont influencés, pris ainsi son nom, et par la suite, les Français.
دومين ها تونير، شنو اسور عندك تونير اسو بالكون بالكون بانوراميك لو نو دو بيزاج دي تو دي التورا استوار واحد المرا سميتها رولاتي باغ ال خلفي حاج اكا دي سونتون دي تو ولد زعما حفاد سيتيو كور دو دي ايت ايل دي بي دي كولتور اي دو تراديسيون امازيغ سو بيزاج vallonné et entouré de sommets par semés semés de cidres et de chênes offrent une vue majestueuse sur Polomombo, la vallée de Tigrigara. كما سمعتوا ساعدتني الاخت ديالي الله يخلي لها عوينتها ويخلي لها صحتها ربي يحفظها يا ربي يبعد عليها كل شر القراءة ديالها لأن أنا مبقاش عندي النظر عن قرب تنشوف عن بعد. إيوا أخوتي كما قلت لكم هذه أنا تنصور وتنخلي صور للذكرى والحكاية ديال إيطو العربي اللي كتبها الحفيد ديالها الخلفي عقا باش تكون نبذة أو سيرة ذاتية لها كانت مقاومة ومناضلة في هذه الأراضي الأمازيغية تحارب الاستعمار الفرنسي وكانت حاملة للسلاح. وهذا المنظر هذا أو البالكون تطل على هذه الأشجار ديال الأرز وديال البلوط وفيما سبق ما كانش الشكل ديالها كيفكايا مجلخ بالصباغات شوية خص الإنسان يترقى يحترم البلاد ديالو ما يبقاش يوسخ صافي عندك ستيلو ولا عندك صباغه تبقى تكرفص هذا راه تعتبر اثار ديال البلاد الواحد خصو يحافظ عليها الا ما حفظناش عليها حنايا شكون غيحافظ عليها وطبعا قاو تما تيداروا محلات تيتباعوا فيها الخزف اللي بغات تمايا صناعه تقليديه ديال المنطقه تيشريوها تيديوها معاهم ودابا حنا شادين الطريق اتجاه مدينه الحاجب اللي هي مدينة أمازيغية وعندها واحد الشكل أو الطابع خاص بها مدينة هي جميلة وزوينة صورت لكم من كنا يلا غادين مدينة إفران واحد الحاجة عجيبة غريبة تتوقع لنا مع هاد الحاجب مي كنا غادين شدونا لي جوندارم ومي كنا راجعين غندخلو ليها شدونا البوليس كانوا غير قمطونا ولكن الحمد لله الوثائق عندنا كاملين وغادين قانونيا محافظين على السرعة ربي نجانا هاد المرة مي تيكونو عارفين شي سيارة غريبة وعندها الماتريكي ديالها براني تيبغيو يوقفوها غير هكاك تيبغيو ينغصو عليك ولكن الحمد لله نصيحة مني تنتبهو الدخلة والخرجة ديال مدينة الحاجب وإلى اللقاء في فيديو قادم.